بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يثمثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكوني جاء الله ربي ذا ذروم إفاد في اللون الهموم، أكوني فك ربي السر ذا اللي سر ثلا فان السر. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل بلاء، وأن يحقق آمالكم وييسر أموركم، وأن ينظر إليكم وإلينا جميعا بعين الرحمة، آمين. أثر العبادات في بناء الفرد والمجتمع. قبل أن أعالج هذا الموضوع، أتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذا المسجد المبارك. نقول لهم أعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على هذه الدعوة الكريمة. إن شاء الله ربي يرفع أقداركم ويعلي شانكم ويجعل هذا المسجد إن شاء الله عامر بالمؤمنين والمؤمنات، وأن يحفظ هذه البلدة الطيبة زمورة أك تسديرنا كويس ديزين وكل زير سومة إن شاء الله، والجزائر قاطبة إن شاء الله من كل بلاء. ونسأل الله أن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال. صحيح نحن ننتمي إلى الأحياء وننتمي إلى القرى وننتمي إلى الأوطان، إلى الوطن الجزائر، ولكن ننتمي أيضا إلى الأمة. ومن روائع الشريعة أنها تجعل الإنسان تعطي، يعني تلزمه بالتزامات كلما تعددت انتماءاته. عايش في الحومة لازم يؤدي الالتزامات تجاه الحومة، الحي، تجاه القرية ثدرثن ديت سيدير. إذا كان هو ينتمي إلى وطن أيضا عنده التزامات تجاه هذا الوطن. ينتمي إلى الأمة، ربي اللي قال في القرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال أيضا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ربي قل أمة واحدة. وفي القرآن في سورة البقرة في الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن نحن ننتمي إلى أمة الإسلام. نكوني غاسق لغن ساعة ثمورثنغ، الحمد لله سيحفظ ربي الجزائر، ولكن ننتمي إلى أمة. إذن من الحومة إلى الأمة، انظروا إلى هذا الفرق. ولكن الالتزامات تتعدد بتعدد الانتماءات إلى أن تتمدد وتصل إلى الأسرة البشرية. فخلقي السماثة نكني أكن من الله أقلاغ بني آدم، ونفي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب. وربي ذي القرآن في سورة الحجرات الآية 13 إن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه إشارة خفيفة أبدأ بها هذه المداخلة باش نقول بقدر تعدد انتماءاتنا تتعدد التزاماتنا. نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق براءة الذمة، خطر كلنا مطالبون بالعمل من أجل تحقيق براءة الذمة باش نسلكوا بخير وعلى خير. الدنيا قصيرة ولو طالت، الدنيا قصيرة ولو طالت، الدنيث والزيلث ولما غزفث، ولكن النهاية جاية جاية. الشيخ محمد الحسين الناياس ولاش تصبحيث ورنسعيث مديث، ولاش إيض ورنسعيث فجريث، معنى كل آت قريب.
الموت ينتظرنا جميعا، نسأل الله طول العمر مع صلاح العمل. وربي اللي قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أثر العبادات في بناء الفرد والمجتمع. بداية نقول العبادات سر الوجود. نقول احنا خلقنا ربي سبحانه، هو اللي قالنا عبدوني بحق. نقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أنا عبد ربي يون أورس عشريه. سمعنا فضيلة الشيخ يقرأ آية الكرسي، هي الآية 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربي يون أورس عين عشريه. عقيدة التوحيد هي الأصل الجامع لدى جميع النبوات والرسالات، هذا هو الأصل الأصيل الجامع بين جميع النبيين والمرسلين، كلهم قالوا ربي واحد. نعطي لكم الدليل من سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى قراءتان إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآية تلخص هذا الموضوع تماما. جميع الأنبياء وجميع المرسلين جابوا هذه العقيدة، التوحيد، ربي واحد ما عنده الشريك، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كي يقولوا ربي واحد ما نحبسوش هنا، لازم نعبدوه. إذن العبادة سر الوجود. نجيب آية أخرى من سورة الذاريات الآية 56، واش قال ربي سبحانه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي قال خلق الجن والإنس، الإنس هما حنايا البشر، ولكن الجن أيضا خلقهم ربي سبحانه، فيهم مؤمنين فيهم عصاة. كي نقراو سورة الجن الآية الأولى: قولوا أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كان أحد العلماء كيقرأ هذه الآية يقول لك والله غير كي نقراها نتفكر عصاة بني آدم، هذو الجن واش قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا الإقرار الأول، الاعتراف الأول. الثاني: يهدي إلى الرشد، وهذه الآية عجيبة، يهدي إلى الرشد. كمل: فآمنا به، اعتراف ثاني، قالك يهدي إلى الرشد والقرآن يشرح بعضه بعضا. نقرأ في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع المجالات: المجال الأول المجال الإيماني، القرآن يهدينا للتي هي أقوم في مجال الإيمان. المجال الثاني مجال العبادات، يهدينا للتي هي أقوم في العبادات. المجال الثالث في المجال التشريعي، الجانب التقنيني، معنى ضبط حركة الإنسان من خلال بيان الحلال والحرام، إذن للتي هي أقوم. المستوى الرابع، المجال الرابع، وهو المجال التربوي الأخلاقي،
يهدي للتي هي أقوم في جميع المجالات. أعود إلى سورة الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. انظروا إخواني إلى هذا العهد، الجن استعرف باللي ربي يون ورسع شريش، واستعرف القرآن يسوليه أمذان سافريد نسلامة وثكين داما، يرنف كان دوال سن فكان العزيمة سن باللي أذى من نص ربي واسترانا شريك. إذن سر الوجود انتعنا جميعا هو أن نعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بينا قبل حين بأن سر الخلق، خلقنا الله عز وجل لمقصد شريف، وهو أن نوحده وأن نفرده بالعبادة. وقدر الله، نستمع إلى آية الكرسي مرتين من خلال الافتتاح الذي افتتح به فضيلة الشيخ. آية الكرسي وهي الآية 255 من سورة البقرة، وكررها الإمام في الركعة الأولى من صلاة المغرب. هذه الآية المباركة، آية الكرسي، تجذر هذا الإيمان، هذا التوحيد في القلوب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يؤمن ليمن برب سبحانه يسعده. علاه نقول هذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة جدا. باش نعرفوا قيمة هذه النعمة نشوفوا غيرنا، غيرنا اللي راه تائه ضائع، طلاسم نتاع إلي أبو ماضي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، إلى أن يقول: أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد النفس في حياتي أم مقود لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذه الحالة من الضياع التي يعيشها الإنسان اللي ما يعرفش ربي، اللي ما يعرفش ربي ضائع. هذه نعمة كبيرة. وقلت لكم ونأكد بأن الأصل الأصيل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون الإيمان بربي واحد لا شريك له. الآية 25 من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآية 56 من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي سورة الفاتحة نكرر: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد الله أفرادا وكأمة، أمة مسلمة، الأمة الشاهدة على الناس. ربي قال: لتكونوا شهداء على الناس، سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن كعرفنا باللي سر الخلق، سر الوجود، هو أن نعبد الله. بعد ما نتعرفوا عليه باللي ربي واحد لا شريك له، ربي ونرسى شريك، بعد ذلك نعبده بما أمر. والعبادات كما يقول السادة الفقهاء في القاعدة الفقهية المعروفة: الأصل في العبادة الحظر أو المنع إلا بنص، أي لا نعبد الله إلا بما شرع. لا يجوز لنا باش نخترع عبادة من العبادات، لا يجوز الابتداع في الدين، لا يجوز. ولكن في المعاملات كما سنشرح بعد حين المجال مفتوح. الأصل في العبادة الحظر أو المنع إلا بنص، وفي المقابل الأصل في المعاملات الإباحة والحل والجواز إلا بنص.
إذن فهمنا موضوع العبادات، ولكن سمحوا لي، في الإسلام من باب التذكير العبادات متنوعة فيها كلش. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نعبد ربي بصلاة وهي عماد الدين، نعبد ربي سبحانه بالزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج الآية 24 والآية 25، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الزكاة عبادة من عبادات الجليلة، عبادة اجتماعية مالية متعددة الأبعاد. الصيام الذي نستقبله بعد أيام إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقبل ذلك في الآية 183 من سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن والحج، هذه العبادات بمفهومها الخاص عندها أثر كبير في بناء الفرد وفي إصلاحه. كيف ذلك؟ تحقق له أولا السكينة، وهذه السكينة نعمة من نعم الله، وهي ثمرة من ثمرات الإيمان، ربي يزرعها في قلوب المؤمنين. على بالكم يا خوتي، اللي عنده الإيمان في قلبه يرتاح ويطمئن، كل ما يسمع كلام ربي يرتاح: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربي قال في سورة الفتح الآية الرابعة، قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آية عجيبة، لازم لبسيكولوج قاعد على الدنيا يفهموا باللي السكينة ربي زرعها في قلوب المؤمنين حقا. نرجع نقرأ الآية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه السكينة احتاجوها قاع. النبي صلى الله عليه وسلم كي هاجر من مكة المدينة، تعرفوا كي كان في غار، في الغار جاءوا هذوك المشركون وقفوا على الفم نتاع الغار، وكان أبو بكر الصديق يقول لو كان واحد منهم يخزر بين رجليه ينظر بين رجليه يشوفنا. الموقف صعب، الموقف ماهوش سهل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ احنا رانا في زوج ولكن ربي معانا، كما يقول ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم، يقول: من وجد الله فماذا فقد؟ كي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، ما تحزنش، ما تخافش، ربي معانا. الآية اللي نزلت منها الآية رقم 40 من سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أشوش من نتيجة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن يا خوتي، العبادات تزرع السكينة وراحة البال. شو برك تصلي برك كيفاش ترتاح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بلال: أرحنا بها يا بلال. إذن الجانب النفسي، الجانب السيكولوجي، هذا مهم جدا، خاصة في هذا الوقت. سمحوا لي، الحياة بكري حياة بسيطة، حياة الناس يخدموا الفلاحة، عايشين في الفلاحة والتجارة وحاجة بسيطة، الحياة بسيطة ما عندهاش العقد كيما درك.
وما كانش وقت اللي حنا نحتاجه للعبادات وهذه السكينة وهي ثمرة من ثمرات العبادات كما هذا الوقت الزمن نتاع القلق واللونغواس والسترايس الضغط إلى آخره. صحيح عندنا وسائل تكنولوجية في المجال المادي بسم الله ما شاء الله، العالم الآن يشهد ثورات تكنولوجية إعلامية حاجة كبيرة، ولكن صدقوني غير الاضطراب الذي يعيشه الإنسان في هذا الوقت اضطراب كبير وكبير جدا. لذلك ما أحوجنا إلى هذه العبادات التي تذكرنا بالله جل جلاله، التي تزرع تزيدنا إيمانا وتقوى ويقينا. خطر العبادات كي قال ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة عندها مقاصد تربوية اجتماعية مالية اقتصادية إلى آخره، والصوم أيضا مدرسة تربوية كبيرة، وقريبا إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا رمضان نعيش تلك الأيام المباركات وتلك الليالي الفاضلات. لذلك يا إخواني العبادات عندها دور كبير في تحقيق التوازن النفسي لكليبر، التوازن النفسي للإنسان. أكثر من ذلك أن هذه العبادات تضبط حركة الإنسان. تسقمو تقول لك أنا مصلي، عاس روحك، أنت مصلي أنا مصلي، إذن عندنا معالم في الطريق لي روبير، عندنا قرن استقبالي الزربي وحديق، الزربي وحديق، بمعنى هذه المعالم اللي رسمها ربي سبحانه لنا، هذا القرآن الذي نستمع إليه. ربي قال في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقرأ القرآن الكريم يهدي التي هي أقوم في مجال الإيمان، باش هذا الإنسان إذا كان عنده فساد في الإيمان ينصلح أمره، إذا كان عنده شركيات عنده بعض الأمور يديرها ما يديرهاش. نقرأ في سورة البقرة بعد آية الكرسي، آية الكرسي 255 اللي بعدها 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وبعدين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يا سعد اللي يطبق مقتضى هذه الآية، النتيجة واضحة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بعد ربي قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إلى آخر الآيات. إذن يا إخواني اسمحوا لي، هذا القرآن يهدينا التي هي أقوم في مجال الإيمان، يهدينا في مجال العبادات، هو اللي قلنا كيفاش نعبد ربي. وما ورد مجملا في القرآن يأتي بيانه مفصلا في السنة النبوية القولية أو الفعلية أو التقريرية في أمر الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج قال خذوا عني مناسككم. إذن كل شيء منظم، كل شيء مرتب، بسم الله ما شاء الله. هذا هو الإنسان الذي نريد، الإنسان الذي يصنعه القرآن وتصنعه السنة، الإنسان المتوازن الرسالي الذي يعمل على تحقيق براءته أمام الله. كل واحد منا مطالب بتحقيق براءته باش يكون بريء. ربي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل واحد يتحاسب وحده. نقرأ أواخر سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سمحوا لي هذه حلوة بزاف، علاش ربي دخلنا الجنة زمرا؟
كأنه يقولنا كيما كنت في الدنيا تتعاونوا على الطاعات والقربات، ربي جازيني دخلنا الجنة زمرة، جماعات وجماعات. هذه مهمة جدا، خطر كي يكون كجماعة هذه قوي. هذا شوف برك في رمضان صلاة التراويح ممكن خلال السنة قليل منا اللي يصلي قيام الليل يوميا، ولكن في رمضان يوميا نقوم الليل مع بعض. اللي يجي تعبان شوية ولا فشلان ولا كي يشوف خوت الله يبارك الجماعة معمر يتقوى، هذا يقوي هذا. المؤمن قوي بأخيه وما أدراك بإخوته. ولكن كملوا الآية، قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ربنا تفضل علينا، قال الخدمة نتاعكم اللي خدمتوها في الدنيا الآن تجني والثمار نتاعها في الآخرة، تجني والثمار نتاعها في الآخرة، وكل واحد بالخدمة نتاعو. ربي قال في سورة التوبة الآية 105 وقول اعملوا خدموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الشق الأخير أثر العبادات في بناء وفي إصلاح المجتمع. يا خوتي المجتمع يحتاج إلى بناء ويحتاج إلى إصلاح، وهذا الأمر ليس هينا، ما هو سهل، الأمر الصعيب بزاف، ولكن العبادات عندها دور كبير في إصلاح هذا المجتمع. يلا لو كان نشوفوا الوجه السيء، الوجه المحزن في مجتمعاتنا كاين بزاف، نعطيكم على سبيل المثال. نبدأ بصلة الرحم، يا دراكي فراهي صلة الرحم، يا دراكي فراهي صلة الرحم، سؤال يطرح، الإجابة ربي يستر. ما نقولش باللي كاين الخير في الأمة، نحن أمة لا تيأس، على بالكم علاه؟ خطر ربي سبحانه قال في سورة العمران الآية 139-140 إن يمسسكم قرح، عندنا قروح، فقد مس القوم قرح مثله. والقروح كثيرة، قروح اجتماعية، قروح تربوية، قروح اقتصادية، قروح ثقافية، احكي وين حبيت في جميع المجالات. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. نستنبط الأمل من هذه الآية وكذلك من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمامان، الإمام الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده، يقول أمتي أمة مرحومة، هذه الرواية في المستدرك، إن أمتي بإضافة إن أمتي أمة مرحومة، هذه رواية الإمام أحمد في مسنده، باش نفهموا بلي هذه الأمة ما لا ينقطع فيها الخير، ولكن فقط نرشد إلى مواطن الخلل في حياتنا. عندنا صلة الرحم تعبانة في بعض الأمور، أحيانا على التاركات، على كما قال واحد الشيخ كبير قال لهم المفروض الورثة يقسموا التاركة ولا تضرب التاركة، هي تقسم الورثة، هي الطبيعي أن الناس كي يموت المورث نتاعهم يقسموا التاركة كما قال ربي ونبي، وآيات عجيبة بدءا من الآية السابعة وما بعدها من سورة النساء،
ومن بعد ربي واش قال في الموضوع هذا بالذات؟ على بالو بلي نحبوا الاموال، على بالو بلي ممكن نختلفوا على الاموال، كاين كلش، كاين طمع وكاين كلش، كاين الاستيلاء على المواريث، كاين تاجيل قسمه التركات، كاين الوان من العدوان. حتى القوانين تعاقب على مثل هذه الافعال. وبعدين ربي واش قال؟ اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما. حوفرها ربي بعد ما قسم التركات، قال والله ما على بالكم شكون ينفعكم ولا يضركم. لو كان ترجع لينا يقدر واحد يقول لك فلان نعطي له النص، فلان ما نعطي له والو، حرمان. هاو كاين ناس كيزعف يدير هذه الخدمه التي لا تجوز شرعا، ولكن ربي قال يوصيكم والله في اولادكم، الى ان قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما. ناخذ موضوع اخر، دور العجزه اللي يسميوه دور الرحمه. هذا مظهر ماهوش مليح، مظهر ماهوش مليح. هو يجيو العواشر وتلقاو الناس الرجال والنساء خلاوهم اولادهم ولا احفادهم في دور العجزه. مرة أخرى أقول نحن أمة الأمل، نزرع الأمل، ولكن ننظر نلفت الانتباه إلى مواطن الخلل في حياتنا من أجل المعالجة باش نداويو الأخطاء نتاعنا. برك زيد موضوع الطلاق أيضا ماهوش مليح في المجتمعات كلها منها المجتمع نتاعنا. الطلاق ماهوش مليح وعنده مشاكل كبار، والمحاكم راهي معمرة بقضايا الطلاق وأشياء أخرى. نزيدوا في المعاملات الاقتصادية والمالية في مجال المال والأعمال، أو كاين اللي يتعامل بالربا، أو الربا حرام ولا لا؟ لا، الربا ربي اللي حرمه. وعقلاء الدنيا من سدنة العلم يقولوا باللي هذا الربا دمار، دمار للقيم، دمار للاقتصاد، مخرب للمجتمعات. هذا كلام العقلاء الذي ينسجم مع الوحي الطاهر اللي قال ربي في القرآن في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا. حبيت نقول فقط أنه عندنا مواطن يعني فيها خلل، ولكن لا نيأس، دورنا الآن في الإصلاح. نتعاون، ربي واش قال في سورة المائدة؟ وتعاونوا على البر والتقوى، اليد في اليد، تعاونوا على البر. وكلمة البر كلمة جامعة لكل خير، وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا المجتمع يمكن أن ينصلح، ما نقولوش المجتمع رايح فيها لا أبدا. كما ربي يفتح باب التوبة للأفراد فتح باب التوبة للمجتمعات، لأن التوبة توبتان، توبة خاصة وتوبة عامة. أنعم، لذلك ربي يقول في أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربي يهضر مع العصاة جدا اللي وصلوا إلى حالة الإسراف في الذنوب والمعاصي والآثام. ربي قالهم ما تيأسوش، قالهم يا عبادي، وهذا الخطاب في حد ذاته يزرع الأمل. ما سلبش منهم صفة الصفة الجميلة، قالهم يا عبادي، واحدة. اثنين، قالهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوش من رحمة ربي. ثلاثة، قالهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربي راهي قلنا نعفو كاع الذنوب بلا استثناء. الآية واضحة تفيد الاستغراق والشمول. المهم تكون توبة نصوح. كي تكون توبة نصوح التوبة إن شاء الله تجب ما قبلها. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الأمل الرابع قال إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك المجتمع، هذا الخلل اللي نعيشوه في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي،
في المجال الثقافي في جميع المجالات باش يكون الإصلاح بهذه العبادات بهذه المساجد اللي راهي منتشرة في ربيع وطننا الكبير بهذه النشاطات العلمية والثقافية بحركة الدعوة التي يتصدرها أئمتنا جزاهم الله خيرا كما قال ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة سورة النحل الآية 125 ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بهذا الصلح والإصلاح الذي يقع في المجتمع. ربي ما قالناش ما تختلفوش، ما كانش آية تقول لك ما تتنازعوش، يكون خلاف في الشركات شركاء دايرين شركة ويختلفوا عادي، ورثة كي ورثوا اللي مات لهم باباهم ولا إماهم ولا جدهم ولا إذا اختلفوا عادي، النزاع ممكن يكون على الرأي، حتى ممكن الخلاف يكون في الفقه في مسائل فقهية في مسائل تجارية اقتصادية مالية اجتماعية في الحدود إلى غير ذلك. ربي قال فلا وربك لا يؤمنون، يلسق مرواحكم كي يكون عندكم خلاف نزاع لازم تديروا الصلح والإصلاح لازم اجتهدوا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ربنا جل جلاله لم يحدد طبيعة النزاع، ما قالش واش من الخلاف، أي خلاف، وجميع الخلافات والمنازعات داخل في هذا السياق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية هذه في سورة النساء الآية 65 وفي سورة النساء مرة أخرى الآية 35. ربي قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، تكون النية والإرادة ربي اللي يصلح بين القلوب ويقرب بين الناس ويفري المشكلات والنزاعات. هذه الآية 35 من الصورة نفسها سورة النساء، دائما مع سورة النساء الآية 114 ربي قل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، دائما مع سورة النساء الآية 128 والصلح خير. إذن كل هذا الخير في سورة الأنفال الآية الأولى ربي قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ربي يقول خافوا ربي، خافوا ربي، لازم تديروا الصلح بيناتكم والإصلاح، وبعدين هذا الإصلاح يتنقل من هذا المجال يروح إلى مجال السوق باش نبعدوا من الربا وعقود الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وربي في القرآن يقول سورة البقرة 275 وأحل الله البيع وحرم الربا، راه يقول سقموا أرواحكم بعدوا من الربا. هاو في العبادة تنسمعوا هذه الآيات تتلى على مسامعنا في الصلوات وفي مختلف التلاوات، ونقرأوا في أطول آية في القرآن، أطول آية هي آية الدين الآية 282 من سورة البقرة. واش ربي يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، وقبل هذه الآية بآيتين الآية 280 من سورة البقرة هذا القروض اللي بين الناس وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى ميسرة، معنى واحد يسلف واحد آخر كي يجي الوقت باش يسدد كي يقول لك اسمح لي ما نقدرش زيد لي شوية وسع عليه ربي وسع عليك. هذا القرآن هو يقولنا هك، وهذه الآية نسمعها في الصلوات في العبادات هكذا إلى آخره. إذن العبادات تصلح الفرد كما تصلح المجتمع، نسأل الله أن نكون
من العابدين له بإخلاص. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لاستثمار أيامه ولياليه في الطاعات والقربات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.